السلام عليكم. جن تحية الطاقم ناظور سيتي البرنامج تكنامو. تسقسان التجار المدينة الناظور ما مش تجارة قسانة. بالنسبة والسنة ينقص شوية الحال، يعني التجارة وقيمشة مشتوها قبل شوية، وإنما الحمد لله يعني بنادم أم مجتمع مهم قاغ مزوار وقاغ العيد وخا يعذوني يعني العيد مبروك مرة يمسر من التجارة تنقص شوية. الجالية النغ ثروة نعرفني ثروة المغرب مني كمري جان ويانا عقبن التجارة تنقص شوية السنة، ولكن الحمد لله يعني نشي النومة كمان هي الخريف يعذو يعني نخدم شوية السنة يعذون والحمد لله يعني التجارة السوق مفتوحة مقي خوا أكر عيد حدي صفا حد إنه جو ونشي نقا يعني قا نغدا نخدم من مادي ويا بيضوني نتا والحمد لله على كل حال. الحمد لله خوتو غا قبر توغا شويه التجاره مليح، يعني توغا كلشي كوار مليح، كلشي توغا الصباح توغا غنغ شويه الماده داني توغا نمشي توغا غادي الناظور توغا نغ مليح نزنوزان تك التجاره تك الرواج تك ورخو سبحان الله العظيم كلشي غيار كلشي ويقيم شا ما مش توغا مزوار يعني من دوم غينيغ تنقص شويه ويقيم شا ويعني من داش غينيغ 50 دي 100 يتنقص التجاره ما مش توغا ونتمنى زي سيدي ربي العالمين انا نغي عذر الاسلوك وانصار والاثمنه يعني قباين اثمنه كل شيء السني ترخو وتزمر السني دي شان يجن شان حاجة شان الثمن وتجيبو ذوني اخاك ديسو خد الثمن سوا يوضن برا يوضن برا يعني عقرن شويه جار بنادم بنادم كوري يجن الاسلوب الناس كوري يجن التجاره نسيتي ولكن الشيء الحمد لله مازيغن غنغي يجن التجاره يعني ام نهار امثي والشام فارويشا يعني غنغتا من دوني ونعقر شادي بنادم يعني كيف كيف نشي المرض وما في نحاسب ولكن انت تازي سيدي ربي العالمين انا نغي عذر ان شاء الله. حي غيت ما يمزيغ المرة ماني مجان خو الموضوع عن التجارة يعني توغا قبري العيد توغا شي حاجة التجارة يعني بنادم يدكار واجي السوار يدكار واجي زنوزاي من 8 التجارة تسمي ويا نصحاب الخارج واني العيد تنقص التجارة يطاس يعني 50 دي 100 تقريبا تنقص وتقيم شي التجاره تنقص فوارتي و الزول خاوم. السلام عليكم. اسمي ميدوم غيني شين تجار السوق المركب التجاري خشين نتعانى سوطس نحوج دي السوق وجبوا دي السوق وهثان دين تكمر تعانى سجن الظاهره الركود التجاري الركود دي التجاره التجاره تنقص ما مشتوغ جن وقت توغ التجارة ظني تتوغ الحركة موجود توغ الصيف ديس الحركة العملة الصعبة السلاف انت تدي وضن زبارة رخو نهارين قصها غارة يطاس ونشنو زو الأسباب الشي ذي دي تبان الأسباب مانية مارة وهو التندينت تندينت النغ يقص الناس تصنع حوايج المرافق العمومية وغانغشا من دغدا جبن السياح وغانغشا تندينت النغ تنقصت فهمت رخو الشين دي مانية مارة تندينت وجبو منظمة بريميرو اغ الفراشه اغ السوق دي بار واغ بور سوق دي تما دي السوق يتجانم ديكلارين تخدص الضرائب المسائل الدوله يخصنا غطس نحوايج اذا غيخصن وهو النظام بريميرو تقمار تحمل مسؤوليه الناس الشرطه الاداريه يخصها تقل عمل الناس كما ينبغي سينو الشين مراسي غيامو السوق كل عام يطيح ينقص شويه شويه وقيم بو السوق ما مشتو غنسن الشين السيف نيتو غنتراجع صحاب الخارج تاع فندوينات بريميرو وانت فوت تما النظام يبريدن باللعن وشين من داش غاين غرخو نتعانايا التصدي التجاري النغ الحمد لله بنادم البركه نس ولكن وقي مشي ينقص غاري خمم شنا غتبغى غوم الزوا شنو الزور خون شين فاندين النغ اتيري منظمه شويه يوذا الناس ديري واعيين تسلم مش غسويا خاشين يتحمل المسؤوليه مرايا ما نستافد نشين ما فاندين النغ نشين الاسواق الشين غنغ المداخل النغ بريميرو مشانا وهو الاسواق معروفه مشانا نغزير بدا نشين البوابه اوروبا سلافد سلعه كلشي غادي يتكسر خا موجود فين ولكن يبدل خنغار يطاس يخصنا غنعذري في النغ يخصنا شويه النظام يخصنا غطاس المسائل وشكرا التصاعيات معه استاذ كمر خمينينا سي موراز مارمينينا سي موراز غاسر حقي مناين التجاره تنقص فويرتي
سبدك التجارة ذي مدة 6 سنين في 2010 الرخوة 2017 وفي غيجنا الفرق ذا مقرار تغرخة موجود تغرخة موجود تغرخة التجارة البركة تقدر تطبر تمزنت وهذا موزتي المحل لاش تسيف 8 برا المحل الخو اتقد المحل تقد تنين ثلاثة والو التجارة اتبدل ذا مشان سيدي يمكن قيم مشان يموت وكيف كيف والو التجارة الفراشة وذان الخو سغزي بار قوتي في نقع غداخر نمشي نسي مراد ماني ما يفادي يضمن المحل شان القارج ضم الزينة قطغة الزيتي ثدات هذي سيق المحل حاج مصطفى يسمار هذا السوق يكمر الشابي بواري هذا السوق يكمر ماني مار هذا الأسباب يزي تنقص التجارة مهم التجارة تنقص فويرتي شان تمنى أنا بشان الحل يزيغا تعذر الوضعية وشكرا عليكم مزيو صدو مني عيد مبارك سعيد كل عام وانتم بألف خير سواء دي المغرب نغماني مثل جام ميخس غذو مني غنو يعني كسانة غذي ريا مثل غوريا واتجيبو غذ كسانة وازقومي حق سوبر مارشي انو التجارة ذورة هو التصفورتي دي سوبر مارشي سواء انا ميحاق نغ ولاد ميمون مورك بقيسارية ذور التجارة واتجيبو مريا متي مزورة ممشتو غا ريا متي مزورة دي التجارة تغو يعني بنادم الحمد لله يتاويد ميزي غيس فاحي حنجان يتاويد ميزي غيس غار عروا الناس تاخذ هذه السوق من دوم غينيا حاليا واجب ابن مري ويد ميزي غي عيا ذي قرش ودي ميز دوير ميزي غا صغا غي حنجان التسني اذا نعاق ميت تسن جان تسغنا رودي قرش ودي قوا غالي شاقي حنجان قار عيد قوينا يعني تومين يتكن حتى خباب المحل ذا نتار شراء هر شراء هذا فوت التسن حوي المشاكل انت في تكسحب الخارج من الناس قانون غودي قكنيو ثاني مخان غشين تقاسني جنت ثمن مناسب احسن زقيني تيرين دانيتا نهني دو خايا منو هذا نغبو تيقين ودقق تغاس ند العقدة عبا نخاس الوالدين سن ذني هني كش المهم العقدة يا عبا نخاس نهني وخامين ماذا سنتحس بذ قانش قاذ يعني ثاني دخل نغضي التامان وخميني الساغن خان غير حاش تعاوض تحت رقو حنا هداث تو انت هداث تسقسان من الناس قان صغيت مثلا 10,000 قان سقا حشانهم توري يا وشا شنو قلت نحشي حد نشي لقى نتاع السخور خوز مغرب مهيني نتاع حاب مارس سيوداني غنغدا ذي النظار نقارس مرحبا بكم غنغارو نتم غارين والحمد لله التجارة قبقى بخير وعلى خير بين ان ذي التجارة الحمد لله بالنسبة للتجارة قد قمشان سوا تنقيس سوا مهم نورمال الحمد لله نخدم مليح الحمد لله عقلية نخدم بخير وعلى خير وانقل جودة الحمد لله نقارس نيوذان مرحبا بكم بكل فرح وبكل سرور والسلام عليكم أخصهم السقسيغ الموضوع عن سواق يتغل السلم وجبونينا السواق بدرنا الطاس هو عند الطاس يده هو وقبوا مش تغمزوا أخوة الطاس نيوذان تسون دي بارا المواضيع عن خون السوق وجبوا مش تغل السلم التسقع كل شيء بتخوذ السوق الطاس كثان السواق كثان المشكلين السوق هو الطاس على عيدة حق الأخوة السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم تشكانا دور سيتي حضور نسدا غا السوق المركب كشان غ الفرصه التجار السوق المركب نسيو الاوضاع تاعنا عندنا تاوي تجاريا رخومش توارم السوق المركب تجارة قيمه موسميه وهو يقيم بومي جن وقت الرواج تو بنا نخدم لك البارانيك صحاب ضمات بس المناسبه تشكارك نيو طاقه نادور سيتي توسيم دغانغ رخوم خصنا نسيو رخشان حوايج نغني ومن بينهم الرواج السوق تجارة ويقيم شامي جن وقت رخون مشكل التصنيو ذا تسون دي بارا تسون دي بارا تما من هذا ميدغي وضن غا السوق يتقدر الغرض النس غا زي تحتاها توجع من السوق المركب تصن الدرائب تخجس من الرشرات تخجس من تفاوز مهم اقتصاد دي سندين تنظور يعقب غا الفال السبب الرئيسي هو البلدية وتشجع شيء يعني لذ مواطنين وتشجع يعني أتيك حتى الإشهار المنطقة بما أن غاسي السواق نسل باش تطول المنطقة وتيك الإشهار بس.